السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، بونسوار، أزو فلون، أزو تو الموند، أهلا وسهلا بالجميع. نو سوم دو روتور، دونك فوالا. دونك لو تيتر دوجوردي سي الجزائر دو دومان، يعني ننطقوا من الوضع الحالي اللي رانا فيه، و باش نتوعاو وشي هي الجزائر الغد اللي نستناو فيها، والله زي ما راح تكون، وشي هي دور الشعب في جزائر الغد. ما نفتح المجال الاكتواليتي اكتوالمون اكسترا. تفضل استاذ حسين، مرحبا بك، مساء الخير. مرحبا بك سي رحماني، بونسوار تو الموند. دونك السجل اللي عملت البالي على الناس وهي زياده في الوقود ليسونس غازوال، نعرفوا بلي ما تبقاش في هذه باسكو دو ما يورا اون ريونيون تاع لي ترانسبورتير كي فون ديسيدي دو دوغمونتي لي بري دو ترانسبور 26%، ومنها راح يكون ارتفاع في سعر البضائع. اذا العصابه ملي جات كانت توعد باش تكون هي زياده في الاجور وزياده في القدره الشرائيه، انما لاحظت بس الاوغمونطاسيون اللي كانت في ليسونس اسكي بيزا اغرا انه بلد كيما تونس ils ont fait une réduction, ça fait deux réductions dans le prix de l'essence en une semaine. Ils ont réduit deux fois le prix des carburants. Voilà, du carburant. Donc, ça fait deux mois, trois mois. C'est le final, entre parenthèses, 150 millions d'euros. Mais je vais le banque terre. Il y a pas le prix de l'essence. Moi, بلاد البترول نزيدو في البري، هما يقول لك لا احنا نبيعو البترول بصح نستوردو ليسونس. وي مي ليسونس بارتو في العالم كومبلي، كاع الدول الاوروبا ليسونس نقص الا في الجزائر اللي زاد اون 5 ans سي ولا اون 2 ans كنا سي لا 5e augmentation. دونك الحلول ما كاش، والاموال اللي وعد يسترجعها هذا التبون اللي جابوه الجنرالات اللي غادي يرجعها ان شاء الله من جيوب المواطن. هذه هي مسيره احمد. بون، اولا نقول مقوله مشهوره يقول لك ما كانش بلاد فقيره وبلاد غنيه، كاين مسيرين عندهم كفاءه ومسيرين منعدمين الكفاءه. يا با ان بيي بوفر ان بيي ريش، il y a des dirigeants compétents et des dirigeants incompétents. Donc la richesse d'un pays ou la pauvreté تاعو dépend de ses dirigeants. يعني غينا بلاد او الفقر نتاعها هذا امر مرتبط بالمسيرين نتاعها. لكن المسيرين نتاعها عندهم درجه كفاءه عاليه ونزهه، في البلاد هذيك راح تكون غنيه رغم انه ما يكونوش عندها ثروات. ولكن البلاد الرجال نتاعها يعني اللي في القياده نتاعها ما عندهمش كفاءات وما عندهمش نزهه، في الحاله هذه كون تكون حتى الأرض نتاعها ذهب راح تكون دولة فقيرة وشعب راح يعيش فقير. هذا من المفهوم العام يعني في كل السياسات العالمية. وكما قال بومدين آيون إيبوك، قال لهم الشعوب الحية تحول التبن إلى تبر، التبر يعني هو الذهب، والشعوب الميتة هاي تحول الذهب إلى تبن. دونك سي لا ميم شوز. maintenant on revient. أولا كاين عدم كفاءة كبيرة في السلطة التنفيذية اللي متسلطة على الجزائر حاليا، وهذا أمر مفروغ منه، الشعب على باله به. ضير لكن حبينا نفهموا الثورة الشعبية تاع الشعب الجزائري. وما قلتي تنحاو كاع، ما قلتي تنحاو كاع، صافا يهضرش على العباد، يهضر على السيستم. يعني تغيير المنظومة الحاكمة في الجزائر من 58 لدرك، تغيير بطريقة جذرية واسترجاع الحكم للكفاءات الوطنية، دونك الحكم للشعب كما الدول الأخرين اللي مشاو في طريق التقدم. درك هذه الحكومه عندها سياسه التجويع. شوفوا هنا باش يعني نقولوا للشعب الجزائري، كي نقولوا المحروقات، علاش المحروقات سي استراتيجيك، سكون ابل الغازوال ليسونس اكسترا. دابور كي يغلى الغازوال يغلى الترانسبور، كي يغلى الترانسبور تغلى ثاني مواد الفلاحيه. يعني الكاميو اللي كان يجيب ما على باليش انايا جو سي با بمليون، يدير 40 كيلو يجيب البطاطا، يولي يجيبها بمليون و500، دونك البطاطا تغلى. تو سكي ترانسبورتابل يغلى. الانرجي الكتريك تاع الجزائر، حنا ما عندناش هذوك المروحيات ليوليان، ما عندناش سنترال نوكليير دير تريسيتي،
ما عندناش كيما نقولوا حنا كيفاش نسميوها الاخرى ثاني المنظومه الشمسيه هذيك اللي دير التريسيتي. دونك التريسيتي تاعنا حنا وش هو؟ غاز وبترول دونك محروقات. دونك ثاني رايح يغلى. مادام التريسيتي يغلى كلش مرتبط بالتريسيتي والمحروقات في الجزائر. كي يغلى واش يزيد يغلى ثاني معاه؟ بيان سور المصانع تولي تسلك التريسيتي اغلى المنتوجات نتاعها. يعني شوف كي تقيس في الكاربورون tu as touché à tous les secteurs sans exception. يعني من الاخر هذه واش تعتبر؟ تعتبر منهجيه طريقه ممنهجه لتفقير الشعب واستعمال وسيله الجوع والعطش والبرد والمرض والتهميش كسلاح لخنق كل نوع من انتفاضه او كل نوع من حراك سياسي شعبوي. يعني من الناحيه نتاعهم سياسه تاعهم واضحه، لكن في الضفه الاخرى عندنا شعب طائر، عندنا شعب رافض لكن غير مهيكل. مادام الشعب موش مهيكل الحل ما يكونش والقياده تبقى في يد الناس هذو، لانه لا بديل، لا بديل. حاليا في الجزائر كاينه سلطه واحده هي سلطه هاد الفاسدين هما اللي في الحكم. المنهج السياسي نتاع الحراك الشعبي راهو في اتجاه خاطئ، ومام تعلو كل الاصوات تقول لي لا لا، انا نقول لهم راكم غالطين. بيان سور نهضر الاصوات النزيهه، ما نهضرش على الاصوات الخابته اللي عندها اهداف مع دول اخرى كيما السعوديه كيما قطر كيما تركيا كيما الامارات كيما اللي عندها اهداف مع فرنسا واللي عندها اهداف مع الامريكان واللي عندها اهداف مع اسرائيل. ما نهضرش على التيارات هذه خلاص، دونك نفيتهم من الحياه السياسيه وفي راسي انايا. او ماذا بيا ثاني ندير اون رمارك، لادريس تاعي اوفيسيال 221 رو سان مور. الناس اللي راهي تتهدد ديبوزي بيا بلانت حركه رشاد، يعني 221 رو سان مور 75010 باري 10 رحماني محمد الياس زوج ام في الوسط، دوزام في الوسط. هذه باش نقول لهم بالعربيه بالك ماشي الفرنسي صح. هي 221 شارع سامور باريز 10، وقدموا بيا بلانت وانتم منظمه سياسيا ارهابيه. جو لو ردي دونك عندكم طروا لايف، طروا لايف نقول لكم انتم منظمه ارهابيه، واللي حاب يديبوزي بلانت يديبوزي بلانت، جو سوي لا بور توت بلانت. بون نعاودو نوليو. دونك لازم التنظيم ولا برك لا مجال باش ما يكونش تنظيم. لا ريفولت بوبولار اللي سموها الحراك، الثوره الشعبيه هذه صح ثوره عملاقه، صح اثبتت انه الشعب يريد التغيير، يريد التغيير الجذري، لكن التغيير الجذري هذا عنده ميكانيزمات. اول ميكانيزمات انه الشعب هذا يتهيكل سياسيا، مش شرط وراء تنظيم واحد، يتهيكل حول أربعة خمسة عشر تنظيمات، حول منظومات. بصح كل المنظومات تروح في اتجاه واحد، أنها تخلق قاعدة سياسية تواجه هذا النظام وتتبنى مطالب الشعب. ستادير يفو كريي اون كواليسيون ايمانون دو بابل، با نيسيسيرمون اون سول انستانس، بليزيور انستانس كي فون دون لو ميم سونس بور كريي اون بلاتفورم كي فا ادوبتي لي ريفونديكاسيون دو سو بابل اي لي بورتي au niveau d'une révolution politique. بصح الا كان الاوضاع كملت هكذا سي نورمال. درك الشعب الجزائري عنده نظام فاسد يعتبر عدو، الاقدام البيضاء عدو، الازمه الاقتصاديه عدو، الازمه الدوليه عدو، الازمه المنطقيه عدو، والشعب غير مهيكل وغير منظم. كيفاش بدون هيكله تواجه هاد الاعداء بكل؟ comment sans structuration sans un commandement sans une direction politique réelle technocratique, comment veux-tu affronter tous les problèmes qui encerclent l'Algérie actuellement? Parce que la Libye, c'est un problème. Le Sahel, c'est un problème. Libye a un mouchkil. Le Sahel, un mouchkil. Et le monde maintenant, le monde de l'Alamia, d'où le Najha, qui tremmen beaucoup l'esprit entreprise, que charikat. يعني تسير قطاع الصحة لازم يسير كيما شركة تكنوقراطية. النقل كيف كيف،
الجيش كيف كيف on peut gagner de l'argent à tous les niveaux. On peut engager l'Algérie sur des process économiques extrêmement intéressants. Rana en face l'Europe. On a le, par exemple, juste un, si l'Algérie demain, elle développe ce qu'on appelle le tourisme médical. Rien que le tourisme médical. Attention, je ne parle pas de tout le tourisme. Je ne suis pas forcément pour certains secteurs du tourisme. Mais je parle de tourisme médical. On a 15 000 médecins qui m'ont fait faire en sahna. Les 15 000 aides, ils peuvent traiter des patients européens en Algérie. Pour les Européens, ça va coûter moins cher. Pour l'Algérie, ça va rapporter des milliards de dollars. Oroch, 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 oroch. L'agriculture kiff kiff. Nous sommes un pays de primeur par rapport à l'Europe. On peut développer ça. L'Algérie a besoin d'une gestion. L'Algérie, elle a besoin d'hommes et de femmes compétents qui aiment ce pays-là. Là, on va exploiter les potentialités d'Algérie, on va dépasser toutes les crises. Mais l'autre aller en affaire d'orc, ou chez l'Iran, il faut faire. Ou l'assoit le mughrida, les voix trompeuses, les voix des sirènes diaboliques qui sont en train de dire au peuple, ne te fais pas représenter, tu n'as pas besoin de représentants. Ramidaï Oufik. Wajah Azmet al-Benzine. غدوة العالم شي يحكم عليك يقول لك تظاهرات الشعب الجزائري تظاهرات اقتصادية كيما تاع الارجنتين كيما تاع الفنزويلا كيما تاع لاغريس في 2008 كيما تظاهرات هذه اقتصادية واحد ما حيرتا بكم لكن الأزمة الحقيقية أزمة سياسية on a une crise politique tous nos problèmes viennent de la crise politique كل مشاكلنا من الأزمة السياسية وعلى هذه شوفوا تبعوا مليح مشاكلنا كل من الأزمة السياسية و 90% تاع الأصوات تقول لكم ما تكونوش عندكم تمثيل سياسي دونك كيف تحل أزمة سياسية دون تمثيل سياسي ألوغ الأزمة السياسية اللي يقول لكم ما ديروش ممثلين راهو يخدم بصفة مباشرة مع النظام تفضل حسين دونك مسيو حماني جوست بريسيزون فيما يخص ال l'augmentation du prix du carburant le chaque quel il y a pas la كلمه يعرفها انه الرئيس الوزراء les députés lumière قال مسؤولين عندهم des bons d'essence battle donc هما هاد l'augmentation ça les touche pas donc هما عندهم un carnet d'essence في جيبه يحبس يدير لو بلا ويخلصها مسكين داك الشعب اللي عنده شهريه تاع الجذور فوالا Non, nous disons que les ils jibent les carnets d'essence. Oui, bien. Oui, bien. Voilà. C'est connu, bien sûr. Voilà. Chauffe. Chauffe. Donc. Hussein, l'andema al-fasda, عندها نفس الاعراض. ما تقولوش بلي الفساد هذا يعني كنت تروحوا لمصر راح نشوفوا نفس الاعراض اللي في الجزائر. شوفوا مصر مش قادرة حتى تهز راسها باه من ضغط الفقر من ضغط الأزمة يخلقوا لهم في الأزمة في وسط الأزمة يجيبوا لهم أزمة ومع الأزمة يديروا لهم أزمة يعود الإنسان الجزائري يجري وراء الأزمات تعرفوا علاه لأنهم كون هما غير يخدموا شوية تتحسن الظروف شوية الناس رايحين يفطنوا أكثر ويطالبوا أكثر شوية كيما اليوم شفت واحد لا فيديو بعثوها لي تاع ناس يطيشوا في السردينه في البحر باش السومه تاعها تبقى غاليه هذه ماذا بيا نجاوب على الفيديو هذه باسكو هذه مهمه جدا ناس بعثوها لي وقال لك شت او الشعب ثاني موش ناس ملاح الشعب ثاني موش مليح هاو السردينه اللي يبيعوها رخيصه طيشوها في البحر وما باعوهاش انا واش جاوبتهم قلت لهم اللي طيش سردينه ما نلومش عليه اللوم على غياب الدوله كي نا با ريغولي لو مارشي دي بري اي ليكسبلواتاسيون باسكو مادام هو يطيش في سردينه سيك يا اوكان ريغولاتور في لو مارشي ما كانش يعني السوق نتاعنا سوق هامل دير واش حبيت ما هو دور الوزارات المختصه ما هو الدور نتاعها
الناس في الخارج ما يحسبوا لك حتى الحوت اللي تصيدوا، دايرين دي كوطا لا باش يصافط ربي واش تصيد اي لي كونترول في البحر، وحنا يطيشوه يعني الفقير ما لقاش. سي نورمال، التاجر التاجر سي نورمال عنده عقليه تاع تاجر، الوغ كي نحي له ربي الايمان والاخلاق يزيد يخليها كاع، لانه كون جات عند هاد الناس اخلاق وايمان في رب العالمين شويه برك يدي هاي بيحة بالسومة اللي جابت، وغدوة ما تخرجش تصيد أسيد. بصح ما تطيشهاش هكا عيني عينك، طيشها نتايا والفقير يشوف فيها ما قادرش يشريها. والدولة غايبة لأنه كاين غياب الدولة هنايا، وهذا الشيء اللي صرا في السردينة، يصرا في البطاطا، يصرا في الزرودية، يصرا في الكورجات، يصرا في كلش، في كاع لي بروجي. كيما الفلاحة، الفلاح مسكين يجي ينتج حاطينه تحت يد المونداتير، المونداتير هذا ديجا سي ان شارونيار، سي ان انترميديير كي دو با اكزيستي. الدول اللي طورت الفلاحه نحاول المونداتير، كرياو دي كوبيراتيف اغريكول. فوالا المونداتير لازم له ينقلع، باسكو المونداتير هو اللي طلع لو بري. سي ان سبيكولاتور بيان سور، باراي او نيفو دي دوار، باراي او نيفو دي امبورطاسيون، باراي 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 باراي. لا في بو كوتي مينيموم 40% موان شير si l'état joue son rôle de régulateur de marché. يعني يكون الدوله تلعب الدور نتاعها ك ريغولاتور، كنقولوا ريغولاتور منسق، والله ما على باليش انايا تاع السوق. حقيقه المعيشه نتاع الجزائري تصعد ب 40%، لانه النهب اللي صاير في الجزائر او في تولي نيفو سي نورمال كي تخليها هامله. قال لك المال السايب يعلم السرقه، سي نورمال، حاجة طبيعية. دولة ما كانش غياب الدولة، غياب المراقبة، دي سي فري المراقبة، باسكو سون كومبليس مسيو الحماني، سون كومبليس باسكو الحاكم. انا عارفين باللي اللي حاكمين الفلاحة، اللي حاكمين يا دير يا دي كولونيل دي جينيرو دي كوميسار ديفيزيونير، هما اللي هما اللي هما اللي دو شاليتيات اللي يدوا الاراضي. شفنا دايو شفنا في المحاكمة تاع الهامل، شفنا شاك كان عنده، كان كسب قد رزق تاع 900 جزائري ولا 500 جزائري، بالك اكثر. تفاصون المشكل اللي في الجزائر، كون جات غير قضية السرقة او كاين السرقة والفزاد معها، يعني ماشي اكتفوا انهم يسرقوا، ام دمروا شعب. كي تدمر المنظومه التربويه، كون تي ديتروي ليدوكاسيون ناسيونال، كون تي ديتروي لونيفرسيتي، كون تي ديتروي، tu as détruit un pays et son potentiel. هادو ماشي سرقه برك، سرقه بلس مفسدين. دونك هنا خطه ممنهجه باش يمحيو الشعب هذا. فوالا تفضل سيدي، هذه كيسيون بور كون سو بيرد با. كنت بون عنده غرام حب لهذا الوطن وحب لهذا الشعب، غدوه يرياجي يزوق لي زونكات معاه، يدير الناس اللي خافوا ربي كاينين، ما نقولوش ما كاش كاينين، على لي شوف لي زونسيان مار، لي زونسيان ولي، لي زونسيان مينيست كي سون اكطوالمون كي اون اكزيرسيس، والله باللي سونسيا كوميسير، لي كوميسير اللي يخدموا لي اوغرادي تاع جوندامري، لي اوغرادي تاع 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 لي جوج، لي بروكورور، والله يا مسيو رحماني اون با ريكوبيري دي مليار اي دي مليار، دي مليار اي دي مليار. دونك سي تبون اي سي تو سا، باسكو ميم هو سرق، هو سرق وسرق عمرو ما يديرونش السرق، باسكو علاش كون يخرب يعرف اللي كاين ناس اخرين غادي يجربوا فيه السرق. دونك شوف حسين، شوف اسيدي، ونهضرها اونيتمون من قلبي، اخطونا برك، خليونا نخدمو دوك يفرج علينا ربي، اخطونا برك. مين تاك تهضر على تبون؟ هل اسكو تو ا ريماركي بلي لو سيستيم نا با شانجي؟ تو ا ريماركي بلي اون برون لي ميم اي اون ريكومونس؟ جي هابري بلي ليلى عسلاوي لا يدير رابلي
والله لك عتنبكي على هاد لي جون، لي جون كومبيتون في عندنا كاين دي جون زاكين كاين اللي مرة ساوي خدمة قالوا لي بلو كومبيتون على لي سلاجون وبلو كومبيتون على تبون، راه قاعد مسكين شوماج ماشي ساوي خدمة. الوغ اون رابيل هادو لي جون لي البلاد برمتوها ومازالو يعيطو لهم. سي لي مام، سي لي مام حسين، سي لي مام. لازم الشعب يفهم حاجة، ما تبدلت تبدلوا الأوجه لكن النظام هو هو. لا بروف سي لي مام، أونطرو لي مام يون ريكومونس. حاجة ما تبدل، حاجة ما تغيرت. كاينة واحد ديكلاراسيون ضحكتني بغيت نقولها لك. ريقل التليفون تاعك حسين، الناس ما يسمعوش فيك. الصوت تاعك طاح شوية. صوت تاعي طاح؟ اه. جي بي لو بارلور دونك مسيو رحماني شرفي يقول باللي ما كاش دوله في العالم عندها لجنه الانتخابات المستقله كيما الجزائر. نو غادي ان كي جي كي جي بي كون جي بي هاد لا ديكلاراسيون ولا الانسان ما يحشمش على روحو وما يحشمش على عرضو، ما يحشموش. اسمع، ما يحشموش، لقاو روحهم وحدهم ما يحشموش وحدهم. أنا قلت لك كاين أصوات مغرضة، ناس خباتة، الخبيث العدول يجيك أون فاسك تعامل معاه، الخبيث اللي يلعبها باللي يحبك وخوك وصديقك ويجي من اللورة ويدزك الهواء، هذاك هو اللي يخوف. كيفاه تحبوا تحلوا مشكل سياسي دون ما يكونوا ممثلين سياسيين؟ اللي يقول لكم هذه راهو خبيث، راهو يخدم مع النظام، راهو عميل كبير ويخدم مع أنظمة أخرى. الناس صح اللي مش حابة تزير تهز راسها، خلاص حبتها تطيح لتحت باه تولي في يد الناس كل. يونا مار من الاستعمار في الجزائر، لازمنا نستقلوا من فرنسا ونستقلوا من تركيا ونستقلوا من الرومان ونستقلوا منهم بكل. كون دوفيان ألجيريان، كون كري لا ناسيون ألجيري. يونا مار، الدنيا شاعلة أطور دونو، احنا جايبيننا أربع قلودة في البوفوار، ما عندنا الأصل بوليتيكا لي ديزرت ديزرت، ما كان والو يا ريان. واللي تهضر معاه يبان لك أن بوليتيك تفيق، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا تاع سياسة، هذا وحمار خاصو غير النهيق وماكلة الحشيش. Ah, on ne veut pas de représentation. Qui fait que tu ne veux pas de représentation? Qui va parler? Mais ça coche le mot de l'île. Il y a mieux que je le fais, donc. Nesma n'arrive pas. Mais fais-moi de chaleur. Parce que à soi, tu m'as dit. Malangou, comme Haja. C'est un bel mial. Il y a un opposant. Etc. Vous m'avez dit que je suis un opposant. Allah l'adam. Je suis un machine qui est un أليس كاع عفا وكون يزفر لهم يجريو كي الكلاب. نهار طيحوا سواديزون بوتفليقة ولا السيد القايد صالح كي ما ريقلهمش داروا عليه الحس، جاهم تبون ولا قالك نعطيوه مهلة 10 أيام نشوفوا واش يدير. واش نقول لك؟ Voilà, au chabo, il faut me chabo n'goul. Tout simplement. Donc, il faut revenir aux choses. L'Hirak d'ar haja. Wahed al-matalab al-jazairi. L'Hirak d'ar haja. Khawa bin al-jazairiyen. Lakin, jau l'wakt d'urk, marhal al-tandim wal-haykala, li dhahar al-nidam al-fazd. Duna haykala, duna tandim, ma kanch najah l'Hirak, khurju kul yom. وكون تخرجوا دور قيادة سياسية وتقلقوهم شوية يقمعوكم قمع كحل. ديجا الاعتقالات هذا بلا خروج، ديجا راهم في الاعتقالات، راهم يسيبلو في الناس، يبعثوا في البراوات الناس، يخوفوا في الناس، يهددوا في الناس، يهددوا في النساء. بصح نقول لكم حاجة، المرأة الجزائرية فحلة والله، فحلة كي الراجل وفي بعض المواقف كثر منه. غير المرأة الجزائرية فحلة، غير الرجال خوفوهم بالتليفون ونسى ما خوفوهمش. وعندنا معلومات
والناس اللي قاعدين يعيطوا لكم ماهمش دوله مرتزقه ذباب يعيطوا لكم في التليفون باسم الدوله ويقولوا لك انا شفناك واش بوستيت في فيسبوك ترى مرتزقه وراهم يعيطوا وازار والله ما على بالهم من يعيطوا وهذه معلومه مدها للشعب الجزائري دونك مديرين سياسه الترهيب تاع الطراش اللي باسيبلي طرش برك نو المعلومه اللي نمدها والناس اللي يعيطوا لهم على بالهم مش قاعد نهضر واللي حطوا السيستم هذا اون بلاص على بالهم مش قاعد نهضر سي دو كري ان كليما دو بير جينيرال واش معناتها واش معناتها كي تعيطوا للمراه في عمرها 65 سنه خرجت في لي مارش بكل وتقولوا لها رانا نتبعوا فيك وكنت تحركي وكنت تخرجي الخطرة هذه وكنت تزيدي تهضري رانا كذا وكذا ولادك نعرفوهم وين راهم وانتوا ما على بالكم والو صافي دير كوا فوالا ما يجيبوا والو il travaille pour l'état bien sûr Ils ont récupéré des listes de numéros et ils appellent. Alors, pour créer un climat de peur. Il va te dire, il y a des gens qui ont fait Hakda, les mêmes pratiques, c'est l'istiamar le gâchim. La même chose. La même chose en pire. Biljahl. M'khalta biljahl. Tfadl, Oustad Hussein, s'il y a une question d'actualité, une question rapide ou deux. Un peu تاع محمد سعيد وانتشر الرئاسه ناطق رسمي للحكومه الجزائريه قال لك كاين لوبيات تحوس تخلص خاصه العلاقات بين الجزائر والفرنسا والعلاقات تاعنا راهي مليحه مع فرنسا دونك الشيء اللي كان يقول به قايد تبون يا كاكو جور ولا كاكو سيمان غادي نقولوا له الدوله الفرنسيه وكتهضر العلاقه مع فرنسا وكتهضر عليهم الغاز دونك وبوس ماي صفر دونك فوالا دونك محمد سعيد راه عطاهم صبعه وقال لهم بلي حنا خاطينا كانوا بين غنحصروا خسروا العلاقه دونك فوالا دونك توتي كلير بلي هادو عصابه يلعبوا بالشعب كيما يبغوا يلعبوا كيما يحبوا ونزيد نقول لك حاجه نورمالمون يعني سي سيتي بوسيبل كاع ليكيب غوفرنمونتال نعقبوهم على ان سيرفيس دو بسيكاناليست نفيريفيو ليطا بسيكاتريك نتاعهم سكو جو كروا عندي شك كبير باللي النص نتاعهم مهابل والنص الاخر سكيزوفران برك ماشي بسيكولوج بسيكولوج والحالات الخفيفه سيكاتر خو سيكاتر من اوروبا ولا من امريكا سيكاتر باسكو من البلاد يقولوا من العصابه يقول لك هذو راهم بلاح راهم عندهم كاع ils sont aptes ou gardons والله مختلي اسمع مختلي عقلي نحلف لك بربي باسكو لا لا بصراحه مانيش لي ديكلاراسيون فرانسمون اون سو دوموند هاد الناس وين هاد البلان ترانجي منها والله نو اكزاكتومون شوف هادو ناس مهابل والسياسه تاعهم سي غوفرنونس بار لابسورد او فات بالهبال نتاعهم الشعبيه بالمبعد يتروف با دوريونطاسيون باسكو شوف حتى ابسط مطلب تاع هادو المحبوسين ديتوني دوبينيون دوكا يرحم باباك يديو في الناس الحبس على والو وحاكمين الناس في الحبس على حاكمين طابو على حاكمين علي غديري على حاكمين ديبتيجان دي برو على واه ومازالو يديو في الناس بيرسون نو ريكلام سياسي في أدرات دابري دي بوست في فيسبوك و جي مام جي كونفيري مرتان الانفرماسيون عند واحد في أدرات إلا إيتي بروفوكي بار انتربول سور أدرات باسكو إلا في أن بوست على الانترفونسيون فرونسيز أو مالي و دخلوا له فور أبولوجي دو تيروريزم اسكو سي بوسيبل و كومون سا سفي انتربول إلا انتربول لاكتيفيست ألجيريان و حقق معاه كيفاه
un activiste algérien, il a posté à l'intervention française pour le Mali ou l'élimination d'un groupe d'après les sources sécuritaires françaises, que le groupe d'Abdel a été éliminé au Mali. Donc, il a fait un poste dans ce sens, l'activiste algérien. Mais il a été convoqué par Interpol pour Hakoma. Voilà, donc l'information est tombée sur Facebook. Donc on se demande si c'est possible. Si Interpol il convoque un activiste pour Facebook. C'est Hussein. Bon. Hadi, tu bah le haja mouhal. سلا الرجاء تأكد من المعلومة هذه باسكو دابور ان ارجانيان يبوستي واش بغا كونسيرنون واش بغا كي الانتربول يحب يحقق سي اجهزة الامن الجزائرية اللي تحقق وهي حنا ثاني مشاركين في انتربول هي تبعت التقرير الامني نتاعها حول القضية هذيك الانتربول انتربول ما يجيش يحرق عندنا حنا Ils ont saisi la police à Adrar. Voilà, j'ai confirmé avec une personne de sur place. Oui, il a été convoqué. La police, mais c'est Interpol. Oui, monsieur, demande Interpol. Ah oui, hey, normal, possible, possible. Non, chauffe. Interpol, c'est quoi? Interpol, il y a mon dame policière à la mia. Je roule l'OMS à la santé, oui, Interpol, etc. Voilà, voilà. Interpol, il y a pas, c'est ce qu'on appelle un organe de coopération internationale. فيه لي بوليس دو موند ميم الجزائر عندها مكتب انتربول والجزائر عندها اطارات نتاعها يخدموا في انتربول فوالا على سميه كونفونسيون اه نو بصح باش تقول لي جات اون ايكيب د انتربول تحقق مع جزائري نقول لك نو محال شكون اي كوميم بصح كي تقول لي سور دو موند د انتربول وي الانتربول يقدر يبعث للاجهزه الامنيه الجزائريه الاجهزه الامنيه تعيط للسيد هذا وتحقق معه هذه وي كاينه. Tu m'as compris ou pas? Oui, oui, non, j'ai compris. Non, mais ce qui est bizarre, c'est que l'Interpol, elle n'a pas bougé pour les affaires de Chakib Khalil. Malgré qu'il y avait un mandat d'arrêt international, Chakib Khalil, Bouchouer, il y a beaucoup de ministres qui vont rappeler, il y a eu celui de Chakib Khalil. Il y avait un mandat d'arrêt international. L'Interpol n'a jamais bougé. C'est bizarre pour un activiste, ils ont bougé. La preuve, c'est que déjà, ce n'est pas l'Algérie. Parce que Chakib Khalil, quand il a été poursuivi, c'est l'affaire Mchat Mentalien. Et les juges italiens, battu l'Américain, l'Américain, il a mis des avocats. L'affaire, je ne connais pas les détails. Chakib Khalil, c'est malin. En fait, il s'est protégé. Le Jama'a Lidat, si tu veux, il y a eu toujours des fusibles qui ont sauté. Au niveau de la société italienne, des sociétés italiennes, des sociétés offshore, c'est une affaire très complexe, même Liana personnellement, je l'avoue, c'est une affaire très très complexe, mais la Bélibéha, Chakib Khalil s'en est sorti comme un grand. En fait, c'est un voleur à col blanc. Voilà. Il y a eu des victimes, bien sûr, Kablo Tanikono victime, Dawchip Patahom, écoute. اللي هارب هارب واللي من في من في واللي في لبنان وفي لبنان واللي في شيبر وفي شيبر واللي في مالطا وفي مالطا ليسونسييل جو بو فوز اسيوري كلي سيرفيس الجيريان كونيس تو الموند كونيس لو دوسي طري بيان دو ليبوك باسكو على بالي بلي خدموا عليه سيريوزمون فوالا دي موا سي لي اون دانيير كيستيون باسكو لحقت ليميت تاعي جو دو مان توكسيكي اون فوا سيغار Bah écoute. On va parler juste un peu sur le congrès de prière et puis la télévision, juste en quelques mots, pardon, comment ça se passe. Et puis, c'est ma conclusion de cette manière. Bon, donc, pour le congrès du CRUA, bon, ça se passe très bien, les préparatifs. Je pense cette semaine, ils vont vous annoncer la date du congrès, Inch'Allah. Donc, je sais que c'est fixé. Cette semaine, la Gredo, ils vont l'annoncer officiellement sur le site Ntaham. Donc, la date du congrès. En annonçant la date, bien sûr,
c'est toujours ouvert à tous les Algériens, les vrais Algériens. Le congrès est ouvert aux vrais Algériens. Moi, personnellement, tous les participants qui ont des informations sur les gens qui ont des pays d'autres, qui ont des pays d'autres, Allah l'adam, on va faire un arme en plein public. Donc, c'est que pour les Algériens, les technocrates, les gens qui viennent pour réfléchir, s'organiser entre eux et présenter une direction politique avec un programme, une feuille de route pour les Algériens. Le congrès. Real TV, alhamdoulilah, Real TV, barbi, inshallah, même sur le plan financier, bi'idnillah, merci aux actionnaires, ça augmente très vite. Au barbi, inshallah, Real TV va commencer à exercer, bien sûr, kima goul sel kom les moyens tana hna, avec une série de programmes ciblés, avec un hebdomadaire, c'est un hebdo news, donc ce qu'on appelle une rétrospective de l'information, avec une analyse, avec des experts. Et Real TV, elle n'est pas politique. Je dis ça. Il y a les actionnaires, je répète, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Real TV, ce ne sera pas une télé politique, ce sera une télé généraliste. C'est une télé des Algériens à l'étranger et des Algériens même en Algérie. Mais c'est une télé très généraliste. Dans sa charte, ça sera une télé tout simplement qui va respecter l'éthique internationale. C'est-à-dire, si elle traite un sujet politique, elle invite tous les protagonistes. Tout le monde a droit de communication sur cette télé-là. Elle aura des programmes généralistes, etc. Et on prépare déjà une grille de programmes. La télé, j'y travaille directement, personnellement. Mannes, c'est un projet qui me tient à cœur parce que il est vraiment constructif pour l'Algérie et les Algériens demain et demain. Et surtout, ça sera un pan pour les Algériens d'Al-Kharj et toutes les générations qui sont venus ou les Algériens d'Al-Dakhl. Parce qu'il faut maintenir le lien ombilical. L'Algérie, même pour les Algériens de cinquième génération, l'Algérie, le pays des origines. Et il faut qu'on crée le lien. Voilà, c'est le mot. Vive le CRUA, vive le congrès du CRUA. Inch'Allah, le congrès va aboutir à une instance politique représentative du peuple algérien avec une bonne feuille de route. Inch'Allah, les Algériens ou yimchiou ma'abad vers le chemin de la victoire et la tariq l'intessar. Ou Real TV, barbi, inch'Allah, rahat koun. في الجزائر اليوم جزائر غدا وجزائر ما بعد الغد لأن ريال تي في إن شاء الله سترى la voix médiatique des Algériens de tous les Algériens. إن شاء الله. voilà. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. merci بسم الله. bonsoir. السلام عليكم. merci. bonsoir.